ترامب تورط في المجاهرة بالعداء ديال الدولة العميقة. وحسب ديك المشاكل اللي كان كيوقع فيها كلها بأنها من 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 الأفعال ديال الدولة العميقة. اللي عندنا به الغرض حنا هو هذا المفهوم ديال الدولة العميقة والخطورة ديالو والقيمة ديالو. شنو هي الدولة العميقة؟ لأن كيف كتعرفوا بأنه الأجهزة الاستخباراتية في العالم بأنها كتراقب التصرفات ديال جميع السياسيين والتصرفات خارجية ديال جميع الدول، وماشي غير التصرفات ديال المعارضين، لا، المؤيدين والمعارضين. لأنه في العالم ديال الاستخبارات الخطر اللي ممكن يجي من عند القريب أو الصديق أو الذي يبدو صديقا، الخطر أعظم من عند هذاك اللي كيجي مثلا مضاد أو لا معروف بالعداوة دياله أو لا معروف بالخصومة دياله. إذن هنا يجبدوا الملف واحد، شنو هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يظهر بأنه الأحداث غدا تكون ربما غدا تبدأ ساخنة في الحياة السياسية الأمريكية. أمس الشرطة ديال FBI، يعني الجهاز الفيدرالي أو الشرطة الفيدرالية الأمريكية، دهمت البيت ديال دونالد ترامب. وهذه أول عملية من نوعها كتوقع ضد رئيس أمريكي، يعني في التاريخ لم يسبق أنه وقعت مثل هذه العمليات. هذه العملية ديال المداهمة حسب الأغلبية ديال المتتبعين، أو لا نقدر نقول بأنه إجماع، بأن هذه إشارة إلى أنه ترامب ينتظره واحد المصير اللي نقدر نقوله بأنه أسود، وبأنه هذا الشيء اللي وقع ما هو مجرد إلا شكليات أو لا إجراءات شكلية باش غادي يكتمل الملف ديالو، أنه المصير ديالو غادي يكون سيء. فاللي عدنا به الغرض احنا يا في هذا الفيديو ماشي هو نعرضوا التفاصيل بحال دائما والأخبار إلى غير ذلك. احنا غادي ندير واحد اللقطة موجزة على مجموعة ديال الصور ديال الحادث ديال المداهمة، وغادي نتكلموا على الهدف من هذه العملية ديال المداهمة، ولكن غادي نعطي واحد الاهتمام أكبر والتركيز على مفهوم الدولة العميقة. علاش؟ لأنه كل شيء الآن كيقول بأنه ترامب جاء الوقت باش يخلص الثمن اللي ديال أنه كان فات له جهر بالعداوة ديالو للدولة العميقة، وبأنه غادي يعمل على الاستئصال ديالها نهائيا من الحياة السياسية ديال الولايات المتحدة الأمريكية. مفهوم الدولة العميقة هذا مفهوم بقي غامض عند الأغلبية ديال الناس، وللأسف بزاف ديال الناس كياخذوا عليه واحد المفهوم غامض، وكاين اللي قرنوا غير بانه كان ظهر في تركيا الى غير ذلك في واحد الوقت، في واحد المده اللي هي مؤقته، وما عطاهوش القيمه ديالو وما عطاهوش الحجم ديالو. ودائما اي واحد من اللي كيتكلم في السياسه وكيتكلم على المؤسسات ديال الدوله كيف ما بغات تكون، يعني اي دوله كيف ما بغات تكون، كنلقاو الناس كيتكلموا على البرلمان ديالها، كيتكلموا على الحكومه ديالها، كيتكلموا على النظام الرئاسي ديالها، كيتكلموا على الرئيس ديالها، وكينساو بأنه صلب الموضوع في أي دولة اللي العمود الفقري من ناحية القوة واللي كيضمن لها الاستقرار واللي كيضمن لها التوازن هو مفهوم الدولة العميقة. هذا المفهوم هذا ما كانش معروف شحال هذه، ولكن خلال السنوات الأخيرة علم الاجتماع السياسي كان عاد لفت الانتباه للأهمية ديال هذا الموضوع، لأنها هي قوة خفية ولكن القوة ديالها حاسمة، وهي اللي كتضمن للدولة الاستقرار وكتضمن للدولة الثبات والديمومة،
وكتكون جهاز الا بغينا نقوله بالاضافه انه كيكون خفي كيكون جهاز الا بغينا نقوله سفلي. يعني اي دوله كتكون عندها مؤسسات اللي هي علويه معروفه شكليه الى غير ذلك والاجراءات والمساطر، ولكن كيكون عندها واحد العالم السفلي. هذاك العالم السفلي هو اللي الناس ما كيعطيوش الاهميه وما كيعطيوش شي القيمه ديالو، وجا الوقت اننا نعطيو غير فكره عليه، باش لان الا فهمنا مفهوم الدوله العميقه غادي نفهموا بزاف ديال الامور في جميع الدول وفي الحياه السياسيه ديال اي دوله. اذا في المحور الاول غادي نعرضوا واحد المجموعه ديال الصور حول الحادث ديال المداهمه البيت ديال ترامب، ثم من بعد غادي نشرح لكم هذه القضيه ديال السبب ديال هذه المداهمه والخطا الكبير اللي ارتكبه دونالد ترامب، وهو نفس الخطا اللي كانوا ارتكبوه جوج ديال الرؤساء قبل منه ريتشارد نيكسون وجون كينيدي، وكان ادى بهم لواحد المسار اللي هو كان مأساوي. نعرضوا مجموعه ديال الصور. إذن هذه الصورة الأولى، هذه الصورة ديال البيت ديال ترامب، البيت ديال ترامب اللي وقع التفتيش ديالو. هذه الصورة الأولى البيت ديال ترامب اللي وقع التفتيش ديالو. الصورة الثانية هذو عناصر من الإف بي أي أثناء الحصار البيت ديال ترامب، كانوا جاو في الليل عناصر من الإف بي أي. العدد ديال الصناديق اللي كانوا تخرجوا، ها هما شوفوا كان خرجهم ترامب داهم معاه، هادو كانوا كلهم داهم معاه معرفة سالات الولاية الانتخابية ديالو داهم معاه. يعني ترامب يعني كان عنده الدنيا هانية، يعني دارو بحال الكونغرس الى غير ذلك، وكان واحد الاستهتار كبير، كان واحد الاستهتار كبير في الفترة الولاية ديالو. الغريب في الامر انه طلع رئيس نظرا لان كاين حسابات الى غير ذلك. هنا هاد الصوره، يعني هاد الصوره شنو هي؟ هاد الصوره هو انه صوره ملتقطه ضبطوا ترامب بعض الوثائق ديال الكونغرس كان يسيبها كيلوحها في الصرف الصحي ديال الكونغرس، يعني في الصرف الصحي ديال الكونغرس، وكان احد الموظفين الكونغرس بلغ وقال لهم اودي راه بعض الوثائق راه فيها الاسم ديال النائبه ديالو. وكانت دارت واحد التحقيقات اوليه كشفت بانه هو تعمد اغلاق الصرف الصحي بوثائق ديال البيت الابيض. هنايا في فقره من الخطاب ديال ترامب اللي كان كيهاجم فيه الدوله العميقه، وهذه هي احد اكبر الاخطاء اللي غادي تسبب ترامب يعني بزاف ديال المتاعب، وغالبا غادي يكون درس، يعني غالبا غادي يكون درس. من الاخطاء الكبرى اللي كينسبوا ليها هاد الوضعيه اللي غادي يدخل ليها ترامب، وهي وضعيه غادي تكون صعيبه، من الاخطاء الاخرى كذلك رقم جوج هو ديك البلبله اللي كان دارها هو والانصار ديالو اليمين المتطرف ملي كانت في يناير، ملي كان عطات النتائج بانه خاسر وبايدن غادي يطلع بلاصتو، كان وقع واحد الهجوم ديال اليمين المتطرف على مبنى الكونغرس، وكل شيء كان قال بانه الوضعيه اللي وقعت اللي وقع فيها الكونغرس بانه أسوأ وضعيه دارت في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه، بمعنى انه ما عمر الكونغرس وصلت ليه الدرجه ديال هذه الوضعيه ديالو اللي كانت وضعيه سيئه، يعني ما عمرهم وصلوا لهذا المستوى، وقالوا بانه العاقبه ديال ترامب ما غاديش تكون بخير. يعني جوج الاخطاء، اولا هذا الشيء اللي داروا اليمين المتطرف والتدنيس او الاحتقار مبنى الكونغرس اللي كيتعتبر مقدس عند الامريكيين والشعب الامريكي وكيف تاخر به مفخره، بالاضافه كذلك للمهاجمه ديال الدوله العميقه. هنا هذه الصورة غادي نحتاجوها من بعد غادي نتكلموا فيها، كتعلق رئيس الولايات المتحده الامريكيه 37 ريتشارد نيكسون اللي كان حكم ما بين 1969 حتى 74، وهو بيده كان تم الإطاحة به بسبب الخلاف والصراع اللي كان خاضو ضد الدولة العميقة. هالصورة الأخرى ديال جون كينيدي، الصورة الأخرى ديال جون كينيدي
جون كينيدي هذا ما كاينش اللي ما سمعش بالقضيه ديالو، واشهر عمليه اغتيال سياسي ربما نقدروا نقولوا في التاريخ تمت لهذه الشخصيه ديال جون كينيدي. جون كينيدي كان السبب الاساسي ديال عمليه الاغتيال ديالو، هو انه كان خطب خطاب شهير وقال سوف استأصل الدوله العميقه، وتم الاغتيال ديالو في 1963. هاد جوج الاسماء احنا غادي نذكرهم من بعد باش غادي نبينوا بانه ترامب ربما غادي يحتل المرتبه الثالثه من حيث الجزاء اللي غادي يلحقه من جراء انه قرر يحارب او لا يتعدى او لا يتحدى بالاحرى الدوله العميقه. ننتقلوا الان للسبب ديال هذا الشيء كله، او لا بالاحرى غير نذكركم به السبب الاساسي اللي خلى ترامب انه كيدخل في هذه المتاعب وهذه المشاكل كامله. كاين جوج الاسباب. السبب الاول خلاص طبعا الى بغينا نقوله هو سبب، هو اقتحام الانصار ديالو من اليمين المتطرف للمبنى ديال الكونغرس. ملي كانت تعلنت النتائج بالهزيمه ديالو وفوز بايدن، فكلكم كتذكروا في ديك الفتره العالم كله كان تبع داك الى بغينا نقولوا اللي اعتبروه الامريكيين احتقار لواحد المبنى اللي كيتعتبر بانه من اقدس المقدسات في الحياه السياسيه الامريكيه. هذاك الحدث كان مليء بالدلالات، وكل شيء كان كيقول بان هذه الغلطه اللي دارها ترامب ما غادي يغفرها له حتى شي واحد. هذه الغلطه حيت كيف كتعرفوا بانه ترامب يميني متطرف، وكانت ديك الساعات اللي مسيطرين على العالم كانوا قرروا باش يوضعوا حد لليمين المتطرف من الحياه ديال الولايات المتحده الامريكيه مقابل يتفسح المجال لليسار. اليسار الممثل ديالو هو بايدن، وكانت الامور تقريبا مهندسه. بايدن كيتدفع من رئاسه الحكومه في واحد السن جد متقدم، وكيقولوا بانه ربما ما غاديش يكمل الولايه ديالو، وغادي تكملها النائبه ديالو كمالا هاريس، باش غادي يكون واحد النموذج مثالي كيتعطى للعالم من بعد غادي يتعمم. هاد كمالا هاريس هي حتى هي يسار، وغادي تعطى واحد النموذج للعالم بانه اولا بعد سيده ملونه سمراء، يعني هذا العالم الجديد كيفاش غادي يكون، هو حكم الاقليات. ثانيا العقيده ديالها يساريه، والعقيده اليساريه كيف كتعرفوا عندها مجموعه المبادئ. شنو هي؟ هي انها ضد الاسره، ضد الزواج، ومع الزواج المثليين، ومع الاجهاض. هاد كمال هاريس او لا بالاحرى هذا اليسار، فاليسار ضد تاسيس الاسره. هذا هو الاتجاه الجديد اللي غادي يكون فيه العالم من بعد، وهذا هو النموذج اللي غادي تفرض. وعلى داك الشيء جابوا بايدن، ومن موراه غادي تكمل هاد كمالا هاريس. اما داك الشيء الانتخابات الى غير ذلك هذيك امور من بعد، وغادي نشرحوا بانها على كل حال كتبقى امور تكميليه، لان الرؤساء في الدول الغربيه التعيين ديالهم كيوقع في مكان اخر، وعاد من بعد كدار ديك المسائل ديال الاجراءات وانتخابات الى غير ذلك. اذا هنا ترامب ملي خسر كان طلب من الانصار ديالو اليمين المتطرف، وترامب للغريب، ترامب رغم انه فاسد وكذا وكذا والاخلاق والى غير ذلك، مع ذلك العالم الدول المتخلفه او الدول العربيه والدول الاسلاميه الفتره ديال ترامب كانت هي اقل فتره اللي تآدوا فيها العالم الاسلامي، يعني عكس ما يشاع.
دائما ملي كيجي شي رئيس اللي كيقولوا بانه متطرف، ملي كتقارن الحصيله ديالو كتلقاها بالمقارنه مع ناس اخرين اللي كيجيو مزيانين الى غير ذلك، او لا ديمقراطيه او حمامات السلام الى غير ذلك، كتلقى الفتره اللي كيدوز هذاك حمامات السلام كتكون اشد. اذا نكملوا حنا النقاش ديالنا. اذا هنا الفتره ديال ترامب اللي سالات ديال اليمين المتطرف والعالم قرر انه يدخل العالم ديال حكم الاقليات ولا حكم اليسار، والبدايه غادي تكون في الولايات المتحده الامريكيه، كان الانصار ديالو هجموا دخلوا الكونغرس وداروا ديك البلبله والفوضى واحتقروا المؤسسات ديال الدوله. اذا هذا هو السبب الاول غير باش نحيدوه من الطريق. ولكن السبب الاهم لهذا الشيء اللي غادي يدخل ليه ترامب، السبب الاهم وهو انه كان كيجاهر بالعداوه للدوله العميقه، وكان كيخطب كيقول انا غادي نستأصلها. هو من واحد الناحيه راه كيبين البلاده ديال هذا السيد والاستهتار، لان كيف كتعرفوا بانه ترامب ورؤساء اخرين منهم جون كينيدي منهم ريتشارد نيكسون، هادو كانوا سليلين ديال عائلات فائقه الثراء. وانتم كتعرفوا الانسان اللي كيتزاد في واحد الوضعيه فائق الثراء، يعني كيتزاد في الريش وفي الخيرات وفي الذهوبات وفي سميتو، ما كيكونش كيقدر العواقب جيدا. فحتى ملي كيدخل الكونغرس كتبقى فيه ديك النفخه ديال انه منفوخ، لانه مسنود عائله عريقه وعائله غنيه وعائله ثريه وكذا وكذا وكذا، ما كيقدرش العواقب ديال. بينما الرؤساء او السياسيين اللي كتكون الاصول ديالهم كتنتمي لفئه مثلا الفقراء او الاقرب للفقراء او العالم البدوي او خليط بدوي او الى غير ذلك، كتلقاهم هذوك اكثر استيعابا للمخاطر اللي كيكونوا فيها ملي كيكونوا في المسؤولية، يعني كيقدروا الحاجة. بينما الإنسان اللي كيتزاد في واحد البيئة كل شيء متوفر له ما كيقدرش الخطورة. ترامب تورط في المجاهرة بالعداء ديال الدولة العميقة، وحسب ديك المشاكل اللي كان كيوقع فيها كلها بأنها من 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 الأفعال ديال الدولة العميقة. اللي عندنا به الغرض حنا هو هذا المفهوم ديال الدولة العميقة والخطورة ديالو والقيمة ديالو. شنو هي الدولة العميقة؟ الدولة العميقة هذه واحد الجهاز أو الشبكة كتكون خفية، وكتكون مشبكة من مجموع النخب أو لا النخبة، كتكون مفرقة على جميع القطاعات، وما كتكونش مصايبة مثلا بانتخابات أو إلى غير ذلك، لا، تتشكل من الطبقات المنصهرة يعني، وكتكون هي اللي في البطن ديال الدولة. والهدف ديالها شنو هو كيكون؟ كيكون الهدف ديالها هو ضمان الاستقرار وضمان التوازن وضمان استمرار ديال الدولة، كتكون هي العمود الفقري، وما كتكونش باينة، ما عندهاش مثلا ناطق رسمي او لا ادارة ديالها او لا مسؤول ديالها الى غير ذلك، لا، كتشكل تاريخيا كتشكل هذا المفهوم ديال الدولة العميقة، وكتكون في كل دولة دولة دولة. علاش؟ لانه بالنسبه للبرلمانات والاحزاب والحكومات وزيد عليهم حتى الرؤساء الى غير ذلك، هادو كيكونوا عابرين دايزين، والدوله كتحتاج للاستمرار وكتحتاج للقوه. هذيك القوه الخفيه اللي كتكون في الصلب ديال كل دوله، هذيك هي اللي ما كتبدلش. والدولة العميقة ماشي بحال الأحزاب والبرلمانات والحكومات والرؤساء، كيكون عندهم انتماء سياسي إما يمينية إما يسارية إما علماني، لا، كيكون ما عندها حتى شي انتماء وما عندها حتى شي مذهب وما عندها حتى شي ميول عقدي أو فكري إلى غير ذلك، كتكون في الحياد محايدة، ما كيهمهاش شكون اللي يكون، اللي كيهمها هو الاستمرار والاستقرار والتوازن ديال الدولة، وكتكون خفية وكتعمل من داخل المؤسسات ديال الدولة. هذا هو المفهوم ديال الدولة العميقة. بزاف الناس حتى ملي غادي نتقلبوا على الدولة العميقة غادي نتلقاو واحد المعطيات اللي كتوصل لواحد الباب مسدود وسطحي وما عمره يخلي شي انسان يفهم شي حاجة. غتلقاو بان الدولة العميقة ظهرت في تركيا في العهد ديال جمال عبد ديال كمال اتاتورك، وبانه من بعد ما سقوط الخلافه تكونت واحد المجموعه واقسامات على ضمان العلمانيه وضمان كذا، لا، هذيك راه فوكاش ظهر المصطلح. اما الدوله العميقه راها متواجده منذ نشوء الدول،
منذ نشوء الدول كتلقى هذا المفهوم ديال الدوله العميقه. الدوله العميقه ما كيكونوش عند اختصاصات واشخاص وناطقين رسميين، لا، كتشكل تاريخيا من الداخل، يعني من مع النشاه، مع النشاه ديال الدوله كتشكل، وكيكون الهدف ديالها كيف قلنا هو الاستمرار والاستقرار. من هذا الشيء غادي نتعرفوا بانه شحال ديال الانظمه اللي تبدلات وأنظمة سقطت، ولكن الدولة العميقة استمرت والدولة بيدها استمرت. ما نعطيكم غير مثال، مثلا من اللي وقعت الثورة الإسلامية في إيران، ثورة يعني من اللي وقعت الخميني عدلوا معاه وصايبوا له المسائل وذاك الشيء ومشى دار الثورة في إيران، فبدلوا الوزارة، بدلوا البرلمان، بدلوا الشكل الهندسي ديال الدولة، بدلوا نظام الحكم، بدلوا كل شيء. ولكن الدولة العميقة اللي كانت مجسدة في الأجهزة الاستخباراتية، هذا الشيء حسب اللي عارف، لأن الدولة العميقة ما كاينش دراسات، بقات مستمرة، وهذيك هي اللي ضمنت الاستمرار ديال الدولة منسجمة، ما تعرضتش الدولة الإيرانية للتفتيت وكانت استمرار. الآن من اللي غادي نشوفوا السياسة ديال الدولة الإيرانية، غادي نتلقوا السياسة لا علاقة لها بالدين، لا بشيعة ولا بإسلام ولا بعقائد ولا حتى بشي حاجة. يعني السياسة الإيرانية حاليا راها سياسة ديال الدولة العميقة، راه ما عندها لا جنس لا ملة ولا دين ولا عقائد، ولا ديك فلسطين هي كذا، ولا عالم إسلامي، ولا حسين، ولا هم يحزنون. هذيك مجرد وسائل، هاد ديك الشعارات مجرد وسائل للتعبئة فقط. أما ملي كتشوف التصرفات ديال الجمهورية الإيرانية، راها تصرفات بحال هذه بحال ديال أنظمة أخرى، ما عندها علاقة لا بالدين ولا والو، ما فيها لا صدق، ما فيها لا كذا، فيها حتى هي فيها عاوتاني التحرميات، وفيها المناورات، وفيها الكيد، وفيها المكر، وفيها الغدر، وفيها ظاهريا تلعب مثلا بفلسطين وتلعب بكذا، وباطنيا يدها داخله مع هذا. الى هذا غير كمثال. مثال اخر مثلا من اللي مشى جمال حسني مبارك الربيع العربي، من اللي مشى حسني مبارك كان جا الحكم ديال الاخوان المسلمين، ولكن الاخوان المسلمين ما خداوش، خداو الحكومات وخداو الاجهزه التنفيذيه، ولكن الدولة العميقة بقات استمرار للمرحلة السابقة، وهي اللي غادي تدوز من بعد الأمور السيسي، وهي غادة كذلك من بعد انهيار الحكم ديال زين العابدين بن علي. فزين العابدين زاد مع راساته، الأحزاب تبدلت، الشخصية تبدلت، الحكومة تبدلت، ولكن الجوهر ديال الدولة استمر، هو اللي غادي مستمر دابا. وهذاك راه ما عنده لا معاه هذا الجنس ولا هذا الدين ولا هذا الملة ولا هذا الحزب، الهدف ديالو هو أنه الدولة كتستمر، صافي، هذا هو الهدف ديال الدولة العميقة. وكاين أنظمة أخرى كذلك، يعني وكاين أمثلة عديدة. إذا حنايا ملي نحللوا الدول والقوة ديال الدول والسلطة ديال الدول، ما نشوفوش الشخصيات اللي هي عابرة اللي هي دايزة. على دابا الرؤساء مثلا في أوروبا أو لا في شي حاجة ما كيفوتش 5 سنين، هذا إلا فاتها، يعني يقدر استثناء كيدوز مثلا 8 سنين او 10 سنين، هذا المده ديالو اللي كيمشي. ولكن واش هو اللي كيتحكم في الاجهزه ديال الدوله وفي الدواليب ديال الدوله؟ لا، راه ماشي هو، هو بيدو راه كتطبق عليه القوانين ديال الدوله العميقه، هو بيدو الى مس التوازن العام ديال الدوله، هو بيدو كيلقى راسو خارج اللعبه بوسيله او باخرى. يعني السياسة في أوروبا راه ماشي كيف ديك العقلية اللي عندنا احنا، او لا كيف مناهج التعليم، او لا كيف قريناها في الجرائد، ديك العقل السطحي مثلا انه الإرادة الشعبية بان كاين انتخابات وكتعطي هيئة تشريعية، والتشريعية كتصوت على القوانين كتعطيهم الهيئة التنفيذية، والهيئة التنفيذية بأنها راه هي اللي كتطبق ديك القوانين، وبأنه بأنه بأنه، لا، يعني هذيك ربما كتصرف المجريات ديال الأمور، كتصرف التفاصيل، ولكن العمود الفقري ديال الدولة دائما كتضمنه الدولة العميقة، هي اللي كتضمن ذاك العمود الفقري. إذا هذا ترامب هذا ملي جهر بالعداوة ديالو لهاد الدولة العميقة، فراه فات الخطوط الحمر. I'm fighting the deep state. I'm fighting the swamp. And I said I was doing it. And I'm exposing the swamp. I think
if it keeps going the way I'm going, and Ratliff is fantastic, if it keeps going the way it's going, I have a chance to break. فات الخطوط الحمر بمعنى أنه المصير ديالو راه تحدد من النهار اللي كيرفض التحدي. وكاين أمثلة سابقة مثلا كيف قلت لكم أنايا مثلا التجربة ديال جون كينيدي الرئيس جون كينيدي. هذا الرئيس جون كينيدي كان حاكم وسالي لواحد العائلة كبيرة إلى غير ذلك، وكان دخل في صراع مع الدولة العميقة، وأكثر من ذلك كان في خطاب علني قال بأنه خصنا نستأصلوا الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وشار لها بالاسم ديال المؤسسات السرية، المؤسسات الخفية، القوى السرية إلى غير ذلك بهذا وجهر، وقال بأنه رخصة تستأصل. يعني كيبين لك بأنه رئيس رغم أنه كان غنيا ثريا إلى غير ذلك، ما عرفش الخطورة، عند باله بأنه الدول كتمشي غير بالبرلمان وبالحكومة وبالوزراء وصافي، وها هي غادا زعما يعني هكا بهد السهولة. وكان أكثر من ذلك قرر الاستئصال. إذن هنا من اللي قرر الاستئصال فتم كذلك استئصاله في ديك العملية الغزية اللي وقعت في 1963 بواحد الطريقة لا زالت إلى يومنا هذا ربما ممكن أنها تدرس في المعاهد الأمنية أو إلى غير ذلك. جون كينيدي أكثر من ذلك، في جون كينيدي هذا كانت عنده العائلة ديالو كلها سياسيين، لأن عائلة عارقة وعائلة كبيرة وواسعة وذات نفوذ وعندها بزاف ديال المناصب. وتم كذلك الاغتيال ديال الأشقاء ديالو، شي عمو شي وكذا إلى غير ذلك، تقريبا حوالي 17 شخصية. أي واحد كيطلع باش ينبش بذاك الملف كتم التصفية ديالو، لأن هنا الدولة العميقة عندها واحد الخطوط حمر. شنو هي؟ هي أنك ممنوع تنبش فيها، ممنوع تهضر عليها، ممنوع تجبد أو تحاول تعرف الشخصيات ديالها. يعني هذا هو عندها واحد الخطوط حمر، عندها واحد المجالات اللي هي كتخدم فيهم اللي هو الاستمرار والاستقرار والتوازن ديال الدولة والديمومة ديالها، وعندها وسائل باش كتشتغل خفية، يعني ما كتبغيش تجبد للعالم نهائيا، وما عندهاش انتماء. إذا هنايا هاد الرئيس جون كينيدي هذا من اللي تحدها، فكانت النتيجة أنه تم تدبير ديك العملية ديال الاغتيال، ووقعت التصفية ديال جميع العناصر اللي كتنتمي للعائلة ديالو كتحاول ما أمكن تنبش. ومن موراه القضية ديال ريتشارد نيكسون. ريتشارد نيكسون هذا كان حتى هو كان جمهوري بحال ترامب، وفي ذيك الفترة ديال السبعينات ريتشارد نيكسون ذيك الفترة ديال هو تم الاغتيال ديالو في 1974، وكانت ديك الساعات الدولة العميقة أو بالأحرى كان السيا الاستخبارات الأمريكية كانت طلبت منه يوقع على تنفيذ بعض العمليات السرية في أمريكا اللاتينية. وقبل منها كان دائما كيقول غادي نفضحهم، غادي كذا غادي كذا غادي كذا الى غير، كان حتى هو كيتوهم بانه الدول كتمشى بديك السهوله وبديك السطحيه. هكا كان كيتوهم انه البرلمان غادي يشرع وكيعطي للجهاز التنفيذي، والجهاز التنفيذي كيبدا ينفذ وهي غادا عاوتاني يمشي لاخر، عاوتاني يجي عاوتاني موراه ديمقراطي، عاوتاني البرلمان الديمقراطي يشرع والبرلمان والاخر ينفذ وهي غادا. ما على بالوش بانه راه ديك الاهواء السياسيه وداك الى غير ذلك هذيك راها دايزه، ولا يمكن ان تضمن الاستمراريه ديال الدوله. فهنايا كذلك تم تدبير ليه لواحد العمليه ديال ووتر جيت. فضيحة. شنو هي الفضيحة ديال ووترغيت؟ لأن كيف كتعرفوا بأنه الأجهزة الاستخباراتية في العالم بأنها كتراقب التصرفات ديال جميع السياسيين والتصرفات خارجيا ديال جميع الدول، وماشي غير التصرفات ديال المعارضين، لا المؤيدين والمعارضين، لأنه في العالم ديال الاستخبارات الخطر اللي ممكن يجي من عند القريب أو الصديق أو الذي يبدو صديقا الخطر أعظم من عند هذاك اللي كيجي مثلا مضاد أو لا معروف بالعداوة ديالو أو لا معروف بالخصومة ديالو. إذن هنا يجبدوا الملف واحد. شنو هو ملف واحد؟ هو أنه خمسة الأشخاص
كانوا قاموا بعملية سطو على المقر ديال الحزب الديمقراطي في 72، وقاموا بواحد البعثارة ديال المقر، وكانوا تلعبوا يعني سرقوا بزاف ديال المعلومات، وكانوا اعترفوا هاد الخمسة من اللي تقبطت عليهم العدالة، اعترفوا أولا بعد بأنه كل شيء باسم ريتشارد نيكسون، ثانيا اعترفوا بأنهم قاموا بتدبير واصطناع نزاعات داخلية في الحزب الديمقراطي. بقى داك الملف مرقد حتى جبدوه ريتشارد نيكسون، من اللي جبدوه دفعوه للقضاء وأجبر على التنحي. كان الكونغرس كان عزلو، قال له يا إما غادي تمشي بحالك وإما غادي ندفعوا هادشي للمحكمة ونكملوا معك هاد الأمور. الرؤساء في الدول الغربية ماشي بحال الدول العربية، الدول العربية غادي تقول له ما نعرف رانا عندي لك ميل، فيقول لك عندك 70 شنو هي الدنيا. إذا هذا النموذج الثاني. الثالث هو هذا اللي غادي يطبق في ترامب، هو هذا الثالث، بسبب فمه وبسبب الاستهتار بالسياسة وشكون هم الفاعلين بالسياسة، لأنه السياسة نظريا والسياسة شكليا والسياسة كيف كدوز في الإعلام وفي الميديا ماشي هي السياسة الحقيقية. داكشي اللي كيدوز في الإعلام واللي كيتسمع وحتى اللي كيتدرس في المدارس وفي المعاهد راه ماشي هو الممارسة. أحيانا راك ممكن أنك تجبر سياسي بلا شهادة، بلا شهادة وكتجبره سياسي سياسي، واحيانا تقدر تلقاه دكتور وعنده دبلومات وعنده لغات وعنده كذا، ولكن ما كيعرفش يتصرف في الممارسه، لانه اثناء الممارسه هي اللي كتبين لك الحجم الحقيقي ديال كل شيء اللي هو نظري. اذا هنايا ترامب من خلال هذه الوثائق، ترامب ديك الاستهتار ديالو ملي كان في الكونغرس كان كيكمش الوثائق الى غير ذلك وكيسيبهم حتى في الطواليط، وكان كيستهتر بهذه الامور كامله. ولكن الاستخبارات الامريكيه راها لا تدع صغيره ولا كبيره الا احصتها. اذا ملي سالت الولايه ديالو جمع تقريبا شي 16 صندوق اداهم معاه للدار يعني اداهم معاه للدار. اش داك الشيء؟ قال لي مبدئ مسائل روتينيه عادي، هذوك واغط عندي هنايا السيد مبلبل، لانه علاه الحياه ديالو راكم كتعرفوها، عيالات وكذا وهادي وهذا، واحد العمل 10-14، المهم واحد العالم لا حول ولا قوه الا بالله. داهم معاه، ملي داهم معاه في يناير، في فبراير الاداره ديال المخطوطات والمحفوظات طلبت منه، قالت له دير هذاك الشيء اللي ديتيه خصك تنزلو رجعو. قال لي ما ودي وثائق عاديه، قال له جيب، حنا اللي كنقراو واش عاديه ما عادياش. في شهر فبراير اداره المخطوطات خبرت الاف بي اي، قالت لهم اودي راه هذوك الوثائق اللي كنداهم معاه ترامب للدار ديالو الفيلا او القصر، راه حنا ملي رجعناهم راه جبرنا فيهم شي وثائق اللي هي سريه ما خصهاش تكون. ديك الساعات كانت تفتح هذا الملف ديال هذه الوثائق. طبعا الامور اللي من المحتمل انهم يلصقوه فيها اللي هي معروفه، ما عدا شنو ممكن ان داك الشيء يتناسل. قضايا ديال التهرب الضريبي عندها واحد القيمه كبيره في الدول الغربيه، ثم القضايا ديال عدم التصريح بالممتلكات عندها واحد القيمه كبيره في الدول الغربيه، ثم من بعد غادي تجي الامور مثلا الا كاين شي رشاوي كان كيتلقاهم ترامب، لان ترامب كانت عنده الدنيا مخلطه المال والنساء، المهم عنده كل شيء كان فيه الاستهتار بزاف. وربما كيف قلت لكم انا تناسل من هذه القضايا تناسل قضايا اخرى ممكن انها تصرف لشي جهات اخرى، شخصيات في الخارج او لا في شي دولات عربيه او تاريه او الى غير ذلك. المهم انه هذا ترامب غادي يتلقى واحد الدرس اللي هو درس قاسي، وغادي يكون كذلك مثال يضرب به المثل لجميع السياسيين الامريكيين في الولايات المتحده الامريكيه. حنا الهدف ديالنا من هذا الفيديو ماشي هو مثلا كيف بحال ديما كنبقاو نهضروا مثلا هو نعرضوا التفاصيل والديتاي وكذا، ولكن الهدف هو لفت الانتباه للاخوان والاخوات اللي بغاو واحد الفهم جديد للسياسه، هو انهم ينتبهوا لهذا المفهوم الدوله العميقه. الدوله العميقه راه هي المرتكز اللي كاينه في جميع الدول قاطبه، والدولة العميقة راه ماشي هي الأهواء والأحزاب والسياسات والميولات والمذاهب إلى غير ذلك. راه كتقدر تلقى مثلا دولة مثلا دينية، مثلا دولة إسلامية أو لا مسيحية أو لا يهودية، كتقدر تلقاها مثلا في الممارسة العامة ديالها، ولكن الجهاز الإداري
الجهاز الإداري اللي كيكون في الصلب ديالها هذاك راه ما كتكون عنده لا من لا ولا دين. علاش؟ لانه اولا بعدا كيخدم في هذا التخفي، والتخفي يعني راه احد اهم المسائل اللي هي مفروضه، بالاضافه للعامل ديال التخفي اللي كتكون كتمتع به هذه الدوله العميقه، كتمتع بالقوه، القوه والزجر والردع، وكتكون كذلك عندها الامكانيات انها كتخدم وسائل تقدر تكون قانونيه، واستثناء ما تكونش قانونيه، بمعنى انها راه ما عندها شيء كتلتزم مثلا باخلاق او قوانين او الى غير ذلك، لا، لان الهم ديالها الاكبر هو الاستمرار ديال الدوله، هو الاستقرار ديالها، هو التوازن ديالها. اذا مادام هي كتخدم بهذا الاسلوب هذا وعاطيه التقار، ما كتهضر على راسها ما والو، فكذلك الغير يمنع على الغير انه ينبش او لا يبدا يهضر، او بالاحرى انه يصرح مثلا بالتحدي او لا يصرح بالعداوه. الامثله اللي ممكن نعطي مثلا دابا في تركيا، تركيا راها دوله نقدروا نقولوا دوله اسلاميه، ولكن الجوهر ديالها راها علمانيه، يعني الجوهر ديالها راها علمانيه، واستمرار ديال الدوله الأتاتوركية. علاش؟ لأنه الدولة العميقة كيكون عندها واحد المجموعة ديال القواعد اللي خصها تحترم، ماشي شغلها الرئيس يكون مسلم ولا غير مسلم، ماشي شغلنا، وحتى الحزب اللي غادي يطلع يكون كيف ما بغى يكون، ماشي شغلنا فيه، ولكن الأساس كيكون عندها واحد المجموعة ديال الثوابت اللي خصها تحترم. هذيك الثوابت الا تحترمات ما عندهاش مشكل. مثلا في مصر من بعد حسني مبارك جاء مرسي، اذا هنا الدوله العميقه سلك كملت معاه، ما دام عندها الامور ديالها الثوابت ديالها مستمرين عليها وغادين عليها، ما يمكن لهم شي ينازعوا، الا ملي كيكون مثلا كيوقع شي كتحس بانه ربما يقدر يكون خلل، ربما يقدر يكون انعدام توازن، ديك الساعات عاد كتدخل استثناء باش كترجع التوازن. كنتمنى الاخوان والاخوات نكون عطيتهم بعض الافكار اللي هي مفيده. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.